نادي النيله بيضربوا في الهواء عشان يخوفوا الناس، بيضرب في الهواء عشان يخوف الناس. جاي منين الضرب؟ من المباراه ولا من الوقفين دول؟ دلوقتي هيحصل هجوم على الخيمة. ما هم هناك، ما هو كاردينين هنا برضه الميدان من الناس بيفكوها اهو. ما انا عارف، ما احنا عارفين انهم جايين للعسكريين. هتقولي لي ايه؟ اه بالظبط. هيحصروا الميدان دلوقتي. ايوه ايوه طبعا.
ايه ده؟ هجوم عسكري. هدف الظابط، هدف الظابط، هدف فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟